مشاهدينا الكرام، أينما كنتم على سلامتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من كاميرا كاشي الكادنة. ضحية حلقة اليوم هو حارس مرمى ناصر حسين داي صديق مقراني، اللي عرضوا طريق القليعي للعشاء، ولكن راح يستقبل مكالمة خطيرة جدا. نخليكم تكتشفوا ردة فعل لانفيتي تاعنا بعد الجيمة، ابقى معنا. ضيف حلقة اليوم مشاهدينا كما سبق قلت لكم هو حارس مرمى ناصر حسين داي مقراني صديق، اللي راهو دوكا مع طارق القليعي في الريستو. دوكا عيط له عبده يقولوا بلي قلت صورتك في هكادنا ونشوفوا لا رياكسيون تاعو. باسكو ليكيب تاعك فاهم. وي السلام عليكم صديق. سلام الله. انا عم خوف. انا عبدو زواوي كوميديان تاع تلفزيون. عبدو زواوي كوميديان يا اخو. انا عيطوا لي دوك واحد الجماعه من القبه، حكموا واحد الشيخ داخل الجبانه تاع القبه، حكموه لداخل لي دور كذا. كي راحوا حبسوه وكذا، صابوا عنده تصاور بالكادنات، ومنهم صابوا تصوير تاع القبه. قالوا لي الغارديان تاع ملاحه، قالوا لي تصويرتو فيها كادنه. واش ما فهمتش خو. عاود هذاك يا اخو. صابوا واحد الشيخ، صابوا واحد الشيخ داخل الجبانه. كي راحوا توسوسوا له صابوه رايح يدخل تصاور، ورايح منهم تصويرتك بالكادنه. رانا في القبه مع من راك انتك وحدك ولا راك مفرق؟ او معاكم هذاك؟ معاكم هذاك؟ او معنا اكو شادينه. هم هنا حاكمينه. هو صح تم جاو لا بوليس ودوق يجوا لي جوندار ما جايين. ايه ما تلقاش راك انت مع من راك؟ ها القليع الشونتور اللي غنى تاع تيكي تاكا طارق. تيكي تاكا جوزولي جوزولي. الو الو صح طارق. واش خو صفا؟ هذا صلاح ما عبدو. عبدو زواوي معاه. ايه هذا بالي عرفتك عبدو. يا خويا راني في القبه دوك نبعث لك لوكاليزاسيون جيبو وروح. يعني. ابعث لي راك فيسبوك، بعث لي وبعث لي لا فوتو اللي قلت عليها ثاني. ايه وديني مطربك انا من العام هذا. الله يسترنا يا اخو. استغفر الله. سمي بالله سمي. هذا دوك الحل لازم يعطيك مفتاح. واش داير؟ الله يسترنا. لازم يعطيك مفتاح باش تفك السحب. عنده المفتاح. نشرب شويه ماء يا حمبان. اشرب اشرب. سمي بالله اشرب. امسح على وجهك. ارتاح. لازم المفتاح. يعطيه المفتاح. ما عنده مفتاح. واش عندي مفتاح؟ عطي المفتاح يا عدو الله يا كذاب. يعني خدام الفاميليا انا خاطين هذه الامورات. المفتاح ما استعملوش ماك لعف. عطي المفتاح. فكوني روح صدروني روح. عطي المفتاح. هاك مفتاح. لازم حصن ضوء. هاك مفتاح. ها مفتاح. ها مفتاح. ها مفتاح. عطاني قالنا فتح ما يحلوش. خليني نروح لو غفل فيها لوش. ها فيز ما بيليش واحد فيهم. اسمع كمان دحين ما كيتوش ما عادي. هاك شبخيل يفتح شيخ. هذو كلهم ناس ابرياء. كل ماشي هذوك هذو الله اعلم. شوف شوف هذوك هما التاليين.
ولا هذا لا 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 واش تقعد حاول تفك السحر تاعك يا اخي حاول المفتاح حاول هذا بوينتور وحده معهم ها مفتاح الفاميليا حاول هذاك هو حاول هذاك هو هذاك هو ما تضل انت يعني فوت هكذا انا خدام الفاميليا انا خدام دوك شكون هذا مرا ولا راجل ولا ما فهمتش انا هذا يلعب كره القدم هذا ما بيش انا واش تكون انت هذا اللاعب تاع كره القدم حارس مرمى حارس مرمى حارس مرمى في الميديا يا اخي حاول تحفظ تفكر انه طلع عليه قران ولا باش يقول لنا واش السر هو انه يفتح في المفتاح المفتاح هذا مخبي عنده الخبيث ولا ماشي هذوك هذا هذا الثاني بعد الاخر الفاميليا واش بيك لا 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 الفاميليا لا فكوني نروح الفاميليا فكوني نروح فكوني نروح الفاميليا فكوني شيخ خلص متواصل شنو ندير عادي عادي يعطيه بس المفتاح لازم تحرك هذا المفتاح ما تقرا عليه شيخ باش يقرا عليه شيخ ما عندك حتى ما تخاف شينا عليه بالمال فكوني نروح المفتاح صح يعني منه داير لي هذا علم من شيخ الله اعلم قال لي دير له باش ما يوليش يلعب كاع في على بالي هذا من جهود قال لي الفقر باش يقيس الفقر هذا الله يسترنا هذا العام عباك الله يسترنا يا شيخ اعداء الله انا خدام الفاميليا انا اخدم بالكارونتي الفاميليا ما قدرش مش عاود خبيث هذا مش عاود هذا الفاميليا ما قدرش نفتح الكارت ما تخافش ربي ما تخافش ربي ما تخافش ربي ما عبرش بلي كاين فاميليا بمورانا عباد يستناو فينا ما تخافش ربي ها؟ جاي تسوق فينا واش غندير واش ماناش ندير واليوم لو كان عطيك المفتاح تفكر نروح لا 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 الفاميليا واش درت لك الفاميليا واش بيك واش بيك واش بيك الفاميليا يرحم بابك يا خو صدرني نروح الفاميليا خلينا نروح ماشي ما من الوقت دوكا في الليل و ها امبوسيبل الادعيه كاع قريب حفظتهم دوكا تاع السحور عطاني كارت نفتح ما يحلوش خليني نروح وغفل فيها لوش قال لي المقبره تاع القبه تاع بن عمر وحنا الدار الله يرحمهم كاع مدفونين تماك فاهم قلت سبحان الله ماشي كوانسيدونس هذيك فتما لي تما لي هربت لي يا تما لي هربت لي وشغل كاع واش صاري لي هذا العام كاع ربي يسترنا راني قطعتها ان شاء الله ان شاء الله فك الكارد نعاودنا عاد دو فوا باش اون كاول الاولى تهرب تدزي انا كاش والله صدق اخويا بارك الله فيكم وان شاء الله حنا دوك لوبجيكتيف تاعنا من الكاميرا كاشي هذه توجور عندنا دي ميساج هاد الناس اللي ما تخافش ربي لا ما يديروا يلجؤوا لهذه الطرق يروحوا للمشعوذين كذا باش يديروا هذه الامورات نقول لهم ربي الايمان ربي يهديهم ان شاء الله لازم ديروا الثقه في ربي سبحانه ربي هو مكتب لنا كاع واش ندوف في الدنيا هذه ما لا الواحد ما يجريش مر الدنيا وما يحبش يدي وش فوق واش مكتب له ربي باسكو يقول لك ربي وكان نخير لك
لي ديستان تاعك انت تخير واش خيرت لك انايا يعني القادر تاعك اكزاكتومون يا خويا بارك الله فيكم وقول لهم صحه فطوركم صحه فطوركم وصحه رمضانكم الله بريمير فاك سالم عملي فتهربت باسكو هربت من دو كاميرا كاشيك فقال لهم عملي التليفون قال لهم كاميرا كاشيك من جيت تجنن دونك على حبناك هذا العام خويا خويا بارك الله فيكم ربي يحفظك وان شاء الله يكون ميساج كاع لهاد المشعوذين وهاد لهاد الناس اللي تلجا لهاد الطرق هادو ونقول لكم بلي توجو الرزق بيد ربي سبحانه واللي يحب يلحق الحاجه يلحقها بربي سبحانه فوالا بلا ما يلجا لهاد الطرق تاع الشعوذه وكذا يا خويا بارك الله فيك يا صديق خويا سالم حارث مرمى ناصر حسين دا خويا يا خويا ان شاء الله مليون مزجي ماركو كتابيت يا خويا هذه دونك مشاهدينا الكرام كان معنا حارث مرمى ناصر حسين داي صديق فوالا شفتوا لا رياكسيون تاعو نضربكم موعد غدوه ان شاء الله في نفس قناه قناه شروق في نفس الوقت صحه صحوركم تهلاو في رواحكم سلام ربي يحفظكم